السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة موسى عبد الجمعة نقدم لكم الترقيد الهوائي لنوع من أنواع البنجملات، ألا وهي البنجميلة الزرقاء. هذه البنجميلة الزرقاء يا حضرات، باجي قدام حضراتكم بقرب بالكاميرا. هذه اتكلمنا على التجريح قبل كده اهو. لو أنتجنا كمية من هذا النبات لازم نلبسه صوابع طبية عشان لبن البنجميلة الزرقاء حمراء. وادي البيت، وادي عملية التلقيل الهوائي قدام حضراتكم. هذا حضراتكم، لا تنسونا الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك ما هو جديد. ولو أعجبك الفيديو لايك وشير. هذا قدام حضراتكم، ادي الترقيد قدام حضراتكم اهو. الشجرة كلها مترقدة يا حضرات. يستخدم هذا النبات في عمل الاسوار او عمل اشكال هندسية دائرية او بيضاوية قدام حضراتكم. انتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.